لو الحكاية فيها إن فيتو ويسعدني ويسعدني أن أرحب بكم اليوم في الاحتفال بمرور 113 عام أو في العيد 113 للمتحف المصري. المتحف المصري الذي فتح أبوابه للجمهور في 15 نوفمبر عام 1902 وكان أعظم حدث ثقافي في العالم في هذا المكان. المتحف المصري يتميز بأنه أيضا أعظم متاحف العالم الذي يحتوي على أعظم مجموعة في تراث الإنسان والحضارة الإنسانية. حفل اليوم يعد هو الأول من بعد الثورة للمتحف المصري بحدث فني متميز بفن حديث يقدم لجمهور المتحف ليقول أنه أيضاً يستطيع أن يقدم فناً حديثاً بالإضافة إلى ما يزخر به من فنون وروائع التراث المصري القديم. أنا لا أطيل على حضراتكم ولكن أدعوكم للاستمتاع بهذا الحفل والعرض الفني الذي يجب أن نشكر عليه التعاون مع وزارة الثقافة، لأن وزارة الثقافة الحقيقة تقف جنباً إلى جنب مع وزارة الآثار في العديد من الفعاليات، فكانت معنا بالأمس في عيد القومي للأقصر أمام معبد الدير البحري للملكة حتشبسوت، واليوم معنا في المتحف المصري ويمثلها السيد حسن خلاف. لا نسيت التايتل. أستاذ حسن خلاف وكيل وزارة الثقافة، فبنشكره وبنرحب به وبنرحب بوزارة الثقافة. شكرا لحضراتكم جميعا ونبدأ الحفل. فيتو